عامه عايز اتكلم عليها في الانهيرتنس فيكتور، ودي حاجه الى حد ما مهمه شويه. افرض انا عايز اعمل كنترول على الحركه دي، عايز اعمل كنترول كده، انا مجرد ما بشتغل بلاي الحركه شغاله، طب انا عايز اعمل عليها كنترول ازاي؟ عندك هنا حاجه اسمها بيزد اون فول اوف او فول اوف بيزد. لو انت علمت على فول اوف بيزد هتقول لي الله، طب هي دي بتلغي التاثير؟ لا، هي ما بتلغيش التاثير، لكن انت عندك اي افكتور انت بتنزله في له حاجه اسمها فول اوف. فايده الفول اوف دي انك انت تتحكم في المكان اللي الافكتور ده بيأثر فيه. لو انا رحت على فول اوف عندك هنا خيارات كتير قوي للفول اوفس، في انفينيت، وده اللي حاصل، انفينيت يعني لا نهائي، انفينيت يعني لا نهائي. لو انا رحت الانفينيت واخترت مثلا لينير، واخترت لينير بيديني البوكس اللي احنا شايفينه ده. لو انا على سبيل المثال خدت البوكس ده رجعت ورا تمام، وجيت عملت ده انفرت، بصوا كده، لو انا عملت انيميشن للاخ ده هسحبه كده، شفتوا اللي بيحصل؟ شفتوا اللي بيحصل ايه؟ بالمنظر ده كده اقدر ان انا اتحكم في مين؟ في المكان اللي فيه الانيميشن بتاعتي. طب هو لينير بس؟ لا، مفيش فيه غير لينير، فيه ممكن اقول له بوكس، خلاص بوكس انيميشن اهو، بس بوكس بيعمل ايه؟ بوكس يقوم جاي مشغلها وبعد كده مجرد ما يخرج يرجعها زي ما هي. يبقى اذا انا ممكن عن طريق الفول اوفس اقدر ان انا اتحكم في الانيميشن بتاع الانهيرتنس افكت. طيب احنا كده تمام، فاضل ان انا بقى اخد الانهيرتنس ده ونعمل عليه زي تطبيق عملي الى حد ما. هنشيل كل الكلام ده ونيجي نطبق شويه على وليكن تكست. تعالوا نروح للايت، اسف لايت ايه، نروح لسبلاينز وناخد تكست، ومن تكست انا يعني انا هكتب حروف عشان مش عايز الموضوع بس ايه يطلع تمام. او مش عايز الموضوع يعني ياخد مننا وقت طويل. هاخد اول تكست دي هكتب حرف الجي، تمام، هختار فونت يكون الى حد ما صغير حبتين، يعني اي فونت في اي حاجه، بس اخد الفونت ده كويس تمام. اجي بعد كده عايز اخلي الجي دي 3D، هروح للنيرباسز واخد اكسترود نيرباس واحط التكست جوه الاكسترود نيرباس بالشكل ده تمام. اجي على الاكسترود نيرباس عشان يبقى فيه، طبعا هنا انا ما عنديش اي سيجمنتس خالص في الحته دي كده، ما عنديش اي تقاسيم او اي اوجه. هروح لستارت واخلي فيلت كاب، واخلي دي فيلت كاب عشان يديني زي حافه دائريه، واخلي دي مثلا تكون 2 واخلي دي 2، واخلي الستبس مثلا ولتكن انا دايما بخليها الضعف 4 ودي 4. بعد كده انا عايز هنا يبقى فيه فيسز، هروح ل تايب واقول له يا اما ان جونز براحتك تمام، يا اما كوادرا كوادرانجلز، هخليها كوادرانجلز واقول له ريجولار فيسز بحيث ان يبقى التوزيع متساوي، واخلي التوزيع ده يبقى مثلا وليكن 5 سنتي تمام، او 5 متر، كل 5 متر يحط فيس بالشكل ده كده تمام. طيب ادي اول حرف هنسمي ده جي، هضغط كنترول واضغط واسحب اعمل دبلكيت، واضغط واسحب واعمل دبلكيت، واسمي ده حرف الاف، واسمي ده حرف الاكس.
طبعا انا هحط اف، وهنا احط اكس. تمام. بعد كده هروح ل الجي واخد الجي لورا شويه، واروح للاكس واخد الاكس لقدام شويه. تمام، بحيث انها تبقى بالمنظر ده كده. هو هنا يا محمد مفيش اكسترود نيربس، هنا مفيش اكسترود نيربس. هو انت ممكن بعد ما تعمل اكسترود تاخد ده وتحطه جوه هايبر نيربس، بس هو اولا هيغير في المعالم خالص، ثانيا هيدي كمية فيسز وبوليجونز يعني ملهاش حل، ملهاش حل فعلا يعني. فهو هنا مفيش اكسترود نيربس. انا والله ما انا فاكر اكسترود نيربس دي كانت فين، متهيألي كانت متهيألي دي في الماكس، انا ما تخيلتش بيها في السينما خالص اعتقد يعني. تمام، المهم نرجع نكمل شغلنا تاني. المنظر بتاع الاكسترود ده مش هيعجبني، مش هينفع. ليه؟ انا محتاج ان انا احول دول لإيديتابل اوبجكتس. طيب ازاي ان انا احولهم لإيديتابل اوبجكتس؟ هسلكت ده كله واضغط حرف السي من الكيبورد عشان يحولهم لإيديتابل اوبجكتس. طبعا هو كده مقسومه كل حاجه لاتنين. ايه الاتنين دول؟ على فكره الاتنين دول اللي هم الحافه اللي قدام والحافه اللي ورا. طبعا انا مش محتاج التقسيمه دي. عارفين البكره بتاعت الماوس؟ البكره دي اصلا زرار، لو ضغطت على الزرار ده بيسلكت الاب وولاده، يعني بيسلكت الحرف الاصلي واللي تحته. تمام، فانا هضغط بالميدل بوتوم واعمل رايت كليك واقول له كونكت بلس ديليت، برضو رايت كليك كونكت بلس ديليت، برضو ضغطه بالزرار اللي في النص رايت كليك كونكت بلس ديليت. تمام، بقت بالشكل ده كده. لغايه كده السؤال موجه للكل، لغايه كده في اي مشاكل؟ المهم انا بقى عايز اعمل ايه؟ مثلا هاخد حرف الجي ده وازقه لورا حبتين. تمام، واخد الاف ده وازقه كده مثلا، ماشي بالمنظر ده كده، واخليها بالشكل ده. تمام، بعد كده، وخلوا بالكم بقى قوي من كلمه بعد كده دي، ده كله هاخده الت مع جي، عايز احطه في جروب. ليه؟ عشان انا هخفيهم. طيب انا دلوقتي عاوز ان احط او اكون حرف الجي ده من مجموعه من البولز او الكور، كور بقى بلاتونكس كيوبس اللي يعجبك، كيوبس على سفيرز زي ما انت عايز. تمام، طيب ازاي؟ اول حاجه هنزل الاول الاوبجكت اللي انا عايز اكون منه او الوحدات اللي انا عايز اكون منها الوحدات اللي انا عايز اكون منها الايه الحرف او الاوبجكت نفسه. انا عايز انزل مثلا كيوبس، طبعا مش هكونه من ده كله، هخليه خمسة خمسة خمسة، حاجة كده يا دوب صغنونة. والفلت ده عشان يدين، انا هعمل حرف او واجيبه لكم الفلت ده. تمام، علشان ايه؟ يديني تنعيم في الحواف. طبعا كده عمل لي سفير. ليه عمل لي سفير؟ ما هو انت قايل له اعمل لي فلت او اعمل لي زي بيفل بمقدار 2.5، 2.5 و2.5 يعني 2.5 من فوق و2.5 من تحت يبقوا 5، يبقى يعملها لك ايه؟ سفير. لا انا عايز الفلت وليكن بمقدار نص بس كده. تمام، طبعا الفلت سب ديفيجن اعليها بس شويه بحيث يبقى فيه سموزنس، حاجه بالمنظر ده. على فكره نص كمان كتير، 2 من 10 زي الفل.
تمام. طيب بعد كده، بعد كده السب ديفيجنز دي اخليها بتاع 6، مش محتاج انا ال 12، وارجع لورا بالمنظر ده علشان اخد نفس الانجل اللي انا كنت واخده من شويه، تمام بالشكل ده كده. هاجي على الكيوب او هنزل كمان سفير، هنزل كوره، اخلي السيجمنت او الراديوس بتاعها اخليه وليكن 6، والسيجمنتس قللها لان كده كده في الريندر هتطلع سفير، هخلي السيجمنتس ولتكن مثلا 12، يعني عشان نقلل بس وقت الايه، وقت الريندر حبه. ماشي بالمنظر ده. على فكره 6 كتير، اخليها 4، تمام، تبقى بالشكل ده كده. الاثنين دول، الاثنين دول هاخدهم احطهم جوه الكلونر، هاخد موجراف كلونر واخد الاثنين دول احطهم جوه مين؟ جوه الكلونر، تمام، هاخد الاثنين احطهم جوه الكلونر. طبعا انا قلت من شويه ان انا عايز السفير والكيوبس يكونوا بقى كل حرف ازاي. لو انا خدت، لو انا خدت الكلونر وبدل ما المود لينير هخلي المود اوبجكت، بدل ما المود لينير هخلي المود يبقى اوبجكت. طيب بالمنظر ده يبقى انا المفروض ان انا هاخد كل اوبجكت من دول اعمل له كلونر لوحده، صح؟ تمام، يعني عرفت انا عايز اوصل لايه؟ ان كل كلونر او كل اوبجكت من دول هيبقى له الكلونر بتاعه لوحده، معنى كده ان انا هعمل دوبلكيت للكلونر. طيب مبدئيا اول واحد عندي اللي هو حرف الجي، يبقى هاجي في الكلونر اوبجكت واجي في اوبجكت واخد حرف الجي، تمام، اخد حرف الجي احطه في خانة اوبجكت، مجرد ما هسيبه. حد شاف فيكم حرف الجي بقى شكله عامل ازاي؟ تمام، بعد اذنكم يا جماعة الله يكرمكم، الكلام الجانبي بلاش. مهم، خدنا الاوبجكتس اللي على الكلونر حطيناها على حرف الجي. طبعا ممكن تاني، انا دلوقتي عاوز ان انا اخد الاوبجكت اللي هما السفير والكيوب احطهم على كل حرف من الحروف دي. طبعا هحطهم على كل حرف معناها ان انا هعمل لهم كلونينج او هعمل لهم تكرار. اذا انا هنزل كلونر واحط فيه الاثنين اوبجكت دول واخلي نوع الكلونر اخليه اوبجكت، يبقى نوع الكلونر اوبجكت. اوبجكت هيستنى منك فين الجسم اللي انت هتكرر عليه، هتسحب كل حرف تحطه في مكان، تمام. معنى كده ان انت هتعمل الكلونر ده كم مره؟ 3 مرات، 3 مرات، لان انت عندك 3 حروف. ده هسميه جي كلونر، ده هسميه جي كلونر. هاجي بعد كده، تمام هاجي بعد كده، اتفضل يا استاذ مايز. هاجي بعد كده على فكره انا اللي اتشتت، هاجي بعد كده اقول لكم، اقول لكم ان الديفولت مود، الديفولت مود بتاع الكلونر عباره عن فيرتكس، معنى كده ان الكلونر بيحط على كل نقطه في الاوبجكت الحاجات اللي انت مكررها، معنى كده ان انا عندي على كل فيرتكس سفير وكيوب،
تمام. طيب الحل، انا مش عايزه كده خلاص، انا مش عايزه كده مبدئيا، علشان مش كل شويه نرجع نظبط الزاويه بتاعتنا. تعالوا نروح ناخد كاميرا ونخلي الكاميرا او الفيو بورت ده هو ده بتاع الكاميرا، نخلي الفيو بورت ده بتاع الكاميرا ماشي. نقفل بقى الفيو بورت ده بحيث ان احنا تمام، بحيث ان احنا بحيث ان احنا نشتغل براحتنا، وبعد كده نرجع لمسقط الكاميرا تاني. هروح ليه؟ المهم نيجي بعد كده نروح للكلونر، وهقلب المود بتاعه بدل ما هو فيرتكس عشان ما يكرريش بالشكل ده، هخليها ممكن سيرفس. سيرفس معناها ايه؟ تمام، سيرفس معناها ان هو هيكررها لي بس راندوم. على مين؟ على سطح الاوبجكت، زي ما انا مقربها لكم كده، زي ما انتم شايفين كده هي مرصوصه راندومايزيشن، معموله راندوم على اي حته في سطح الاوبجكت. طبعا دي احسن حاجه فيها ان هي بتديك كنترول على العدد، بتديك كنترول على العدد وما بيبقاش الشكل منتظم، ما بيبقاش الشكل منتظم. بدليل انا اوريكم حاجه، لو انا رجعتها فيرتكس، يعني انا عملت كده وجيت للكلونر رجعت دي فيرتكس، شفتوا شكلها عامل ازاي؟ شفتوا الشكل عامل ازاي؟ حتى هنا مفيش اي كلوننج. ليه مفيش اي كلوننج؟ لان من الاول ما كانش فيه هنا سيجمنتس، من الاول ما كانش فيه هنا سيجمنتس. فانا احسن حاجه بدل ما اقعد ازود على نفسي وقت في الريندر، وطالما انا كده كده عايز الموضوع راندوم، فانا هروح للمود واخليه سيرفس. مجرد ما انت تخليه سيرفس بقى عندك كنترول على مين؟ على الكاونت. لو انا زقيت ده لقدام بالمنظر ده كده وخليت الكاونت، طبعا حتى لو وصلت ل 100 مش هيديني كفايتي، فانا مثلا هخلي ده وليكن 300، عايز اكتر مفيش مشكلة، هنوصل لألف، هنوصل لألف. والله انت بقى عايز اكتر من كده زود براحتك زي ما انت عايز. لو انا جيت عملت كده هلاقيه بالمنظر ده. طبعا الاوبجكت عشان كبير خلاص، يعني انا مش عايز ازود شوية. في بقى حاجة عشان تريحنا شوية في عملية الريندر، ان انا هقول له ريندر انستانسز، ريندر انستانسز، حتى لو انا جيت الف بالفيو بورت مش هلاقيه تقيل معايا زي ما كان تقيل من شويه. هاجي على الكلونر واخلي الكاونت ده وليكن مثلا 1500 خلاص، وكده نبقى تمام. طبعا انت عايز تزود زود، مفيش اي مشكله خالص. طب كده 100 100، ارجع للكاميرا بتاعتي. كده انا خلصت من اول واحد، كده انا خلصت من اول واحد. ممكن ان انا لو ضغطت الت ودبل كليك على حرف الجي اخفي حرف الجي، واصبح دلوقتي حرف الجي ده عباره عن، اظن شفته عباره عن ايه. تمام، طيب تمام كده. في اي حاجه واقعه من اي حد؟ عشان لو دخلنا في بعد كده صعب ان انا ارجع كده تاني، يعني صعب ان انا ارجع للحته دي تاني. تمام، في اي مشاكل؟ ماشي، شكلها كده مفيش مشاكل. نكمل، نرجع للكاميرا. طبعا انا كده عملت ده كله مع حرف الجي، انا عملت ده كله مع حرف الجي. كل بقى اللي انا هعمله، طبعا انا هضغط الت وكليك النال اوبجكت ده، انا مش عايزه بس مش دلوقتي. هاجي على الكلونر ده واعمل كنترول ودراج، او اسحب وكنترول ودراج تاني واسحب. عملت دبل كيت ليه؟ ما هو انا عايز نفس الكلونر، بس ده هيبقى بدل حرف الجي هيبقى حرف الاف، وده بدل ما هو حرف الجي هيبقى حرف الايه؟ الاكس.
كل اللي انا هعمله تاني ان انا هاجي على حرف الاف على الكلونر، بدل ما هو شغال على جي واحد او على حرف الجي هقول له لا انت اشتغل على حرف الاف. ها شفتوا اللي حصل؟ هاجي على الاكس كلونر هقول له انت اشتغل على حرف مين؟ على حرف الاكس. اصبح كده اللي انا عملته ان انا خليت كل حرف من دول بيتكون من مجموعه من الاوبجكتس اللي كانت موجوده في الكلونر. تمام؟ طيب لغايه كده تمام وزي الفل. في الوقت ده بقى انا مش محتاج ان الاوبجكت ده، تمام، مش ادلته، اخفيه واضغط الت دبل كليك بالمنظر ده. يبقى انا لو عملت ريندر هلاقي الحروف دي متكونه من اوبجكتس كيوبس على سفير. اظن واضح. طيب تعالوا نكمل. على سبيل المثال دلوقتي انا عايز بقى ايه؟ عايز ان الجي تتحول لاف والاف تتحول لاكس، تمام، وبعد كده يحصل زي اي حاجه بقى، تشتيت، انفجار، اي حاجه. طيب الاساس بتاعي مين؟ الاساس بتاعي حرف الجي، صح؟ طيب الجي هيحصل له ترانسفورميشن كم مره او هيحصل له تحويل كم مره؟ مرتين، صح، مره من جي لاف ومره من جي لاكس، مره من جي لاف ومره من جي لاكس. طيب نشوفها. هسلكت حرف الجي واروح على موجراف، ومن موجراف احط انهيرتنس افكتور، احط انهيرتنس افكتور. طيب الانهيرتنس افكتور، هاجي في افكتور كل اللي انا هقول له عليه هو انت عايز تتحول من مين لمين. خلاص هقول له انت عايز تتحول من الجي كلونر من نفسك للاف، تمام، من نفسك للاف. طيب هتقول لي ما هو الاف لسه ظاهر، صح، الاف لسه ظاهر. طيب انا عملت كده، عملت كده، ماشي. الاف ده هنعمل الت دبل كليك عليه عشان يختفي، ما انا مش عايزه، ولا الاكس كمان انا عايزه، انا عايز اللي ظاهر عندي يبقى مين؟ الجي بس، ويبدا عمليه التحول من جي لاف، تمام، ومن اف لاكس، يعني من ده لده ومن ده لده. طيب ازاي؟ هرجع للاف تاني او هرجع للجي تاني او للانهيرتنس افكتور واقول له الانهيرتنس مود ده مش دايركت، ده انيميشن. خلاص الانهيرتنس مود انيميشن. لو انا رحت للانهيرتنس افكتور وجيت للبارامتر او للافكتور نفسه ورجعت او عملت كده، طيب ما ظبطتش، اسف، هنخليها دايركت بس هنقول له مورف موشن اوبجكت لان الجسم ده عندي بيتحرك. هقول له مورف موشن اوبجكت، شفت بالشكل ده جالي حرف الاف. لو رجعت خليت السترنجز ب 100 هيرجع يبقى حرف الجي زي ما انتم شايفين، تمام. يبقى اذا لو عملت كده انا بحول من جي زي ما انتم شايفين في النص اهي، خلاص، لاف، تمام. طب اللي بعده، اللي بعده انا عايزه يتحول، لا ملوش دعوه بالفلاش خالص، تمام، انا عايزه يتحول من ده بقى لاكس، تمام، من ده لاكس. طيب هروح برضو على الكلونر، بس خلوا بالكم انا اروح، انا كل شغلي على الكلونر بتاع القاعده اللي هو الكلونر الاساسي. هروح لموجراف
واقول له انهيرتنس افكتور مره تانية خلاص، بس المره دي السلكشن بتاعك هو هو برضو، لكن الهدف بتاعك هيختلف، هيبقى حرف الاكس وبرضو مورف موشن اوبجكت. يبقى بالمنظر ده انا عندي تحويلين، عندي تحويلين. طيب هقول لك على حاجه، اما تحب تحرك افكتورز، اما تحب تحرك افكتورز احلى حاجه اروح على الكولونر اوبجكت بتاعك او على المجراف اوبجكت بتاعك، وروح على الافكتورز منيو، هتلاقي هنا الافكتورز بتاعك. انا هخلي ده كده وده كده خلاص. عندي اول واحد هيبقى كده، وعندي تاني واحد هيبقى كده تمام. اذا اول واحد اللي هو ده، تاني واحد اللي هو ده. طيب ما تيجوا نعمل انيميشن. طيب تعالوا نرجع الاثنين بزيرو، نرجع الاثنين بزيرو، نسلكت الاثنين مع بعض وكنترول كليك عشان ناخد كي فريم، ونيجي على فريم رقم 20 او 40 تمام، ونخلي اول افكتور يتحرك اللي هو ده، واحط كنترول كليك، وامشي بعد كده لحد ما اوصل لرقم 80 واخلي تاني افكتور يتحرك، او مش تاني افكتور يتحرك تمام، هثبت على كده، هثبت على كده. يبقى انا عندي من 40 ل 80 على حرف الاف. طيب من 80 ل 120 يبقى تاني افكتور يتحرك بالشكل ده كده تمام. اذا انا عندي كده ادي واحد وهيثبت شويه. خلوا بالكم الحركه اللي هو عمال يعملها دي، دي عيب او دي فيها دي ودي مشكله، هنعالجها ازاي؟ ما هو تاني افكتور هو الجي فعلا خلاص، الجي اتنقل من هنا لهنا بس شكل حرف الاف، فهو هو الجي تمام ماشي كده. الجي اتنقل من هنا لهنا لحرف الاف بس شكل حرف الاف، وبعد كده الجي برضو رجع اتنقل تاني من هنا لغايه هنا بس شكل حرف الايه الاكس. انت بتعمل مورف تمام لايه؟ لكلونر واحد بس تمام، بس بتوديه في كذا مكان، هو هو نفس الكلونر احنا ما غيرناهوش. طيب تمام كده احنا نراجع الانيميشن بتاعنا مره ثانيه. ادي من جي لاف، الحركه دي اللي انا هعالجها دلوقتي اللي هو الاف عمال يروح ويجي، وبالمناسبه الحركه دي اللي فيكم شغال سينما هيقابلها لما يجي يثبت كي فريم، مش هيثبت. يعني بصوا بالمنظر ده، هو المفترض من 40 ل 80 ثابت، المفترض من 40 ل 80 هو ثابت، لكن هو ما ثبتش، هو فضل عمال يتحرك، فضل بيتحرك زي ما احنا شايفين كده. طب ده اثبته ازاي؟ انا مش عايزه يتحرك. عشان تثبته اساسا السينما بيدي كيرف لكل كي فريم، بيدي كيرف لكل كي فريم، فالكيرفات دي هي اللي بتعمل لك الحركه دي، ما بتخليش الاوبجكت يثبت في مكانه تمام، ما بتخليش، هي بنفس الطريقه على فكره، ما بتخليش الاوبجكت يثبت في مكانه. طب احلها ازاي؟ عشان تتحل لازم هروح لويندو، من ويندو هاخد تايم لاين، من تايم لاين انا شغال على مين؟ انا شغال على الجي كلونر، هو اللي فيه كل الفيلم ده. هضغط على العلامه اللي فوق دي كنترول واضغط عشان يجيب لي مفاتيح الحركه، عشان يجيب لي مفاتيح الحركه. بصوا كده اللي حصل، شايفين؟ شفتوا الكيرف ده؟ شايفين الكيرف ده وشايفين الكيرف ده؟ دول بتوع الافكتورز، هي الحركه دي اللي مخليها بتحرك الحركه اللي انتوا شايفينها رايح جاي، مع ان المفترض انه بين الاثنين كي فريم دول يبقى ثابت،
تمام؟ عشان تتعالج بمنتهى البساطة هتروح لأول كي فريم وتسلكت عليه، وبعدين رايت كليك وتقول له لينير فريم. لينير فريم نفس القصة في ده، رايت كليك لينير فريم، يبقى انا كده عملت الاتنين كي فريم، كي فريم خطي، يبقى انا شلت موضوع الحركة دي. لو انا قفلت بقى التايم لاين ورجعت حركت الانديكيتور بتاعي بين الاتنين كي فريم اللي المفروض يبقى ثابت فيهم، تمام، من ويندو تايم لاين، شيفت مع اف 3، تمام. يبقى انا كده لو انا مسكت الانديكيتور حركت يمين او حركت شمال، تمام، هلاقيه ما بيتحركش، ثبت في مكانه بالظبط يا محمد، زي الكيرف اديتور في الماكس، تمام، ثبت في مكانه ما اتحركش. ليه؟ لان انا لغيت الكيرفات اللي كانت موجوده في الكي فريمز. طيب ما اعتقدش ان هيقابلنا الموضوع ده تاني، لان انا ثابت في حرف الاف وبطلع من حرف الاف اروح لحرف الاكس بالمنظر ده كمان. طيب هل الموضوع كده خلص؟ لا، الموضوع كده ما خلص. طب ايه تاني؟ ايه تاني؟ انا على سبيل المثال مش عايزه يبقى جامد كده، عايز الحركه يبقى فيها لعب، شويه لعب يعني. طب ازاي؟ تعالوا الاول نمشي مع الحركه. تعالوا للكاميرا ونروح للكووردس ونحط كي فريم لكل البارامترز بتاعت الكاميرا، كي فريمز لكل البارامترز بتاعت الكاميرا. طيب بعد كده تعالوا بقى، انا غلطت ان انا حطيت دي هنا اصلا، تعالوا ان احنا نقرب بالكاميرا على حرف الجي، تمام، بالمنظر ده كده. بالشكل ده. ونحط كي فريم. طبعا هو بيتحول لإف. جميل. همشي كده. هو راح فين؟ جري. أرجع لورا. لغاية ما أجيب حرف الإف. تمام بالشكل ده. وأقرب عليه. عايز اسنطره في الفريم واحط كي فريم. اصبح كده انا ماشي مع مين؟ مع الحركه. يبقى انا هروح كده واعمل بلاي، هلاقي نفسي ماشي مع الحركه. طيب تمام قوي، ومية مية وزي الفل. بعد كده، بعد كده المفروض ان الكاميرا ثابته في مكانها خلاص لحد الفريم رقم 80. اذا لغايه الفريم 80 انا عايز الكاميرا ثابته في المكان بتاعها، او مش ثابته في المكان بتاعها. على فكره هتحصل نفس الحركه اهي، بصوا كده، بس في الكاميرا حلوه، يعني في الكاميرا تدي لك، بتدي حياه للكاميرا شويه. يعني انا عملت كده وعملت واشتغلت بالانيميشن، شايفين مديه حياه للكاميرا حب. ممكن انت تخليها، وممكن انك انت تشتغل برضو، ترجع للتايم لاين وتخلي الكي فريمز لينير. نروح لاخر فريم اللي هو 120، نرجع لورا 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 لورا، وناخد الباشا ده كده بالشكل ده، ونحط كي فريم للكاميرا. نروح كده نشوف احنا ماشيين ازاي. تمام بالمنظر ده كده. طيب نمشي بقى معاها واحدة واحدة.
ماشي، يبقى انا كده رايح مع الانيميشن. طيب ما تيجوا نكعبل البتاع ده، محدش يضحك، انا عايز اكعبله في ايه يعني؟ انا كده مثلا، يعني انا اروح كده، هو الانيميشن هنا، انا كده في الطب على فكره، لو انا مشيت كده هلاقيها ماشيه بالشكل ده من مكان لمكان لمكان. طيب لو انا جبت بلين افكتور، بلين، فين البلين؟ فين البلين؟ حد يشاور، ادي البلين افكتور، وهخلي البلين افكتور ده الفول اوف بتاعه بوكس، ونخلي ده الفول اوف بتاعه بوكس، واجيبه هنا كده، تمام، واجيبه هنا، هسلكت الجي كلونر ده واخد البلين افكتور احطه ليه؟ يعني احطه له. لو انا جيت عملت كده عسل. معلش طلعت غصب عني. انا كل اللي انا عايز اعمله ان انا عايز اخليه يمشي جوه زي ممر، واخليه يلعب شويه كده. فلو رحت كده وجيت هنا كده خلاص، وجيت عملت الحركه تمام بالشكل ده، شفتوا اللي حصل ايه؟ طيب انا هعمل حاجه كمان، انا هخلي الكلام مش على البوزيشن بس، لا ده انا هخليه على الزد. ينفع عادي خالص، ينفع عادي جدا، هخلي دي مثلا ولتكن ب10 بس بالمنظر ده كده، واعمل روتيشن كمان بقيم عشوائيه، تمام ماشي. يبقى انا كده لو جيت اعمل كده، خدتوا بالكم اللي بيحصل ايه؟ ويعمل فورم لمين؟ للاف، تمام. تاني عشان الصوره اعتقد اتاخرت، هرجع للاول تاني، وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، وهمشي كده زي ما انتم شايفين. لو مشيت فريم فريم اهو، هيبدا يلم نفسه كده زي ما احنا شايفين، ويعمل فورميشن لحرف الاف. اصبح كده انا عملته بشكل احلى واحسن. ولو انا كمان رحت للفول اوف وقللت الفول اوف او زودت الفول اوف شويه، وطلعت للبرسبكتيف فيو عشان اظبط الدنيا احسن من كده، هنظبطها قوي احسن من كده كمان، هاخد الباشا ده اقلله، او ازوده كده، و مش عارف ما بيقلش ليه ولا ما بيزيدش ليه، اخليه كده. بصوا بقى لو بصينا من المسقط ده عشان نشوف الشكل، هو اساسا هو ضرب مين؟ هو ضارب الجي في الاول، فانا عايز اشيله بعيد عن الجي شويه كده واجرب. لو عملت كده زي ما انتم شايفين، بس انا عايز ارفع ده لفوق بحيث يشتت لي الحرف ككل، تمام، بالمنظر ده كده. يبقى انا لو عملت كده اجرب ماشي، بس انا ممكن كمان ان انا اجي على البلين افكتور واروح على بارامترز واخليه على الزد بالشكل ده كده، والفول اوف ممكن ان انا اعملها كده بالمنظر ده، تمام. لو رجعت بقى كده وخدت ده قدام سنه، ارجعه لورا عادي، بس اهم حاجه ما يروحش، بس بالشكل ده. بصوا كده اللي هيحصل، خدتوا بالكم اللي حصل ايه؟
شفتوا الحرف اتكون من ايه؟ تمام؟ يبقى انا كده فككت الايه؟ الحرف كله. بمنتهى البساطه بقى، بمنتهى البساطه هعمل بلين افكتور تاني، او هعمل دوبلكيت للبلين افكتور ده واخده بالظبط على نفس المسار قدام حرف، قدام حرف الاف بالمنظر ده كده. بس هشوف الاول الدنيا عامله ازاي علشان بعيد، هو كده بعيد، حرف الاف راح في حته تانية خالص. هاخد ده كده بس الحقه بيه هنا، يبقى انا كده دخلته فين؟ زي ما اكون دخلته في التانل في المصيده. طبعا ما حصلوش اي حاجه خالص ولا كانه اتاثر، بس ده بسبب ان الكلونر بتاع حرف الجي ما هو شايف البلين افكتور اللي انا لسه حاطه ده. هاخد البلين افكتور ده انزله هنا بالمنظر ده يا رحمن يا رحيم عليه تاني. يبقى انا كده عملت ادي واحد وادي التاني كده. انت شفتوا حرف الاف اتحرك ولا لسه ما اتحركش؟ وادي حرف الاف. بس في بقى حاجة، في بقى حاجة، ان ده كده وقف لغاية هنا. ليه؟ لان اصلا البلين افكتور واقف لغاية هنا. طب انا اعمل ايه؟ بمنتهى البساطة بقى، انت كان اصلا عندك اخر فريم 120، ممكن تعمل حاجة حلوة جدا وتبقى انت كده عملت حركة زيادة، انك انت تيجي من عند الفريم 120 وتيجي على الكلونر ده. مش ده البلين افكتور الاخير، اخر واحد احنا ضفناه اللي هو ده. طيب انا هاجي هنا واخلي ده شغال ب 100، ومن 120 ل 140 اخلي ده بزيرو. حد فيكم فهم انا عملت ايه؟ تمام؟ يعني انا شغلت اخر بلين افكتور لغايه ما انا واقف، وبعد كده يعني لو جيت من اول هنا وجيت عملت بلاي كده، انا لميت الحرف تاني مره واحده. ماشي كده، لميت الحرف مره واحده. الباسورد جي اف اكس من 08676. تمام. المهم نيجي تاني للي بعد كده. اللي بعد كده حاجة واحدة، طبعا نرجع بقى للكاميرا عشان نشوف المنظر بتاعها. على فكرة شكلها اتغير خالص كده، هيبان الانيميشن في الكاميرا لو انا جيت عملت كده. تاني امشي كده واحدة واحدة، تمام. لو انا مشيت فريم فريم، ماشي. انا مش عارف هي بنت عندكم ولا ما بنتش. ماشي، لو انا مشيت فريم فريم، لا هو الجهاز مش بطيء، هو انا بجري عادي بيشتغل، بس عندكم انتوا مش هيوصل. فانا بمشي فريم فريم، تمام. انا بمشي فريم فريم خلاص. ادي فريم، ادي التاني وادي التالت، انا ماشي واحده واحده. ما هو انا لو شغلتها مش هتشوفوها، تمام. تاني ماشي. انا لو عملت كده انا على فكرة عمال اشغل واوقف واشغل واوقف خلاص. وادي حرف الاكس
بيتكون تاني. اخر حاجة اخر حاجة عايز اقولها او اخر حاجة عايز اتكلم فيها يا ريت يا محمد والله لو في برنامج تاني يا ريت قول لي عليه. ماشي. اخر حاجة عايز اتكلم فيها لا كتاب بالعربي لا. اخر حاجة عايز اتكلم فيها عشان الوقت ما يسرقناش، عايز احط على ال 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 عاوز احط على الكلام ده كله زي بلند خفيف، مش بلند، سبرينج خفيف. تمام. هروح ل الجي واروح للفيكتورز، ومن الفيكتورز هاخد ديلي افكتور. تمام. من افكتورز ادي موجراف واخد ديلي افكتور. ديلي افكتور اخده في الاخر خالص. ماشي. هاخده في الاخر خالص. ولو انا بقى شغلت هلاقيه تحفه بصراحه. هروح للديلي افكتور نفسه وهقلب الافكتور، بدل ما هو بلند هخليه سبرينج. خلاص. لو انا خليته سبرينج هيعمل لي زي سبرينج او هزه. تمام. او هزه خفيفه في الاوبجكت نفسه. طبعا انا هزود السبرينج بتاعه شويه عشان تاخدوا بالكم منه او تشوفوه. هعمل بلاي تاني. تحس كده ان الحرف عامل زي العجل. انا ما شفتوش انتوا. ماشي. ده بالنسبة ليه؟ ده بالنسبة لمين؟ للديلي افكتور. ايوه زي الرياح بالظبط. تمام. زي الرياح بالظبط. تمام. اخر حاجة عايز اتكلم عليها، عاوز اتكلم على بسرعة على الخامات والاضاءة. لو انا جيت عملت دبل كليك هاخد دي اسمي الخامة دي كيوب، ودبل كليك واسمي الخامة دي بولز. هعمل دبل كليك على الكيوب، او قبل ما اعمل دبل كليك على الكيوب والكلام ده كله هروح لسكاي واسمي السكاي دي انف، اختصار انفايرومنت، لان السكاي دي انا عايزها تبقى زهره. وهعمل دوبليكيت للسكاي دي واسمي دي ريف، اختصار ريفليكشن. انا بعمل اتنين سكاي. السكاي الاولانيه اللي هي الانفايرومنت انا مش عايز منها الا اللون بتاعها بس. هعمل رايت كليك سينما فور دي تاجز كومبوزيتنج تاج واقول له سين باي ريز، لا لان انا مش عايزها تتشاف بالاشعه. سين باي جي اي، لا. سين او ريسيف وكاست شادو، لا. هسيب فيها بس سين باي كاميرا. الريفليكشن هعمل رايت كليك سينما فور دي تاجز كومبوزيتنج واقول له سين باي كاميرا، لا، وهسيب الباقي. ليه؟ عشان لما اروح لويندو من ويندو اخد كونتنت براوزر. بالمناسبه المكتبه دي مكتبه الاتش دي ار اي اللي انتم شايفينها دي اول منتج من انتاج اكاديميه جي اف اكس. ان شاء الله هيترفع. المكتبه دي مساحتها 1 جيجا، فيها 125 خامه اتش دي ار اي، 125 خامه انعكاس. ان شاء الله هتترفع وهتنزل باذن الله قريب جدا 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 المكتبه دي. نيجي بعد كده ل ناخد واحده منهم. تمام. ولتكن مثلا ناخد اي واحده، والله يوم كتير وانا محتار اخد ايه. هاخد دي مثلا، هاخد دي واحطها على السكاي اللي انا هعمل عليها الريفليكشن. يا رب ربنا يتقبل منكم يا رب بالمنظر ده كده. تمام. هاجي بعد كده دبل كليك على البولز، وخلوا بالكم من حاجه اقول لكم عليها جميله جدا وبتظبط الريفليكشن قوي. هروح على ريفليكشن
واعلم على الريفليكشن، واخد الريفليكشن ده اقلله حبتين، وفي التكتشر احط فيرنيل عشان بس يدي واقعيه شويه. في الفيرنيل انا دايما بخلي الاسود مش اسود والابيض مش ابيض، يعني انا دايما برفعه سنه كده عن الاسود عشان يفتح لي الخامه شويه ما يضيعهاليش، وفي الابيض عشان ينور على الاطراف. لو انا قللت دي شويه كده تمام اداني، شفتوا انتوا الاضاءه دي، انا بحب دي قوي على الطروف. طيب دي نقطه، دي كده نقطه. النقطه الثانيه انا عايز في الكالر، عاوز في الكالر احط من افكتس، هحط لومس تمام. شفتوا اللومس افكت ده بيدي افكت تحفه بصراحه. هاجي في اللومس واخلي اللون الاساسي بتاعي برتقالي، واروح للسبيكولر دوت ماشي ابيض، ده هخليه نفس الهيو بس يعني هزود او هوديه للبرتقاني شويه. في السبيكولر الاخير هخليه نفس الهيو برضو لكن هوديه برضو للبرتقاني تمام، بالمنظر اللي احنا شايفينه ده كده. طيب هل كده خلصت؟ لسه ما خلصتش. او تعالوا نشوف لو انا قفلت دي تمام وفتحت كل اوبجكت من دول، ما هو انا مش هحط على الكلونر خلاص، هاخد الاولانيه بتاعت البولز احطها على السفير، واحطها على السفير. وطبعا طالما حطينا سكاي وما حطيناش مصدر اضاءه هنروح ل الجي اي او جلوبال الومينيشن، وعشان الوقت هخليها مثلا كيو ام سي، وفي الراديانس كاش هخليه لو ودي لو، وفي الانتي الياس هخليه بس هخليها 2 في 2، واجرب كده اعمل ريندر. ونشوف الخامة شكلها عامل ازاي. ده شكل الخامة بتاعت السفيرز.